أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أغنيات للوطن، ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة نجمين شابين قدما أعمال جيدة وأعمال غنائية وطنية متميزة. يسرنا أن نستضيف الفنان الشاب خالد عبد الرحمن والشاعر الغنائي الشاب خالد المجاهد. حياكم الله جميعا وأهلا فيكم، وسعداء بنلتقي مع نجوم شابة تنتظر منها الجماهير عطاءات أكثر توهج وأكثر إن شاء الله حضور في الأيام القادمة. الله يسعد أيامك. طيب خالد عبد الرحمن وخالد المجاهد نجمين شابين يعني، لكن بنعرف البداية الحقيقية لكل واحد، بداية خالد عبد الرحمن وبداية خالد المجاهد. البداية يعني كأي إنسان يمر في مراحل عمره، بمرحلة مبكرة يستطيع فيها أن يسمي أفكارها أفكار يعني أقرب إلى التخيل. كانت مرحلة تصور أني أسميها محاولات عابثة، لا يعني لا ترتقي إلى مستوى الكتابة الشعرية، أنها كتابة شعرية. نعم. بقدر ما أني حاولت في وقت مبكر من عمري بمحاولات أقرب أنها تكون يعني ترجمة متواضعة، ولكن في سن معين استطعت كأي إنسان يعني يمر بمرحلة النضج أو مرحلة التعامل مع الكلمة والتعامل مع الحدث والتعامل مع ما يعايش في حياته من مواقف أن يجسدها بصور مختلفة. فحاولت من خلال القصيدة والنثر أن أترجم بعض المواقف اللي صارت لي، وكانت البداية. طيب خالد، قبل كم سنة يعني كانت بدايتك الفعلية تقريبا؟ والله كانت أول بداية أو أول محاولة منشورة لي كانت عام 1396 هجري في مجلة اليقظة. اليقظة، جميل. وكانت كان نص فصيح أو كتاب يعني كلام بلاي؟ كانت قصيدة بنبطي طبعا. نبطي، جميل. لأنها لم تكن يعني كأي كأي شاب يعني مبتدئة، جميل. طيب أخي خالد عبد الرحمن، هذا عن بداية زميلك ورفيق دربك خالد المجاهد. لكن أنت بدايتك يا خالد، أنت معروف الآن ولك جماهيرية جيدة وحضور ممتاز، لكن بدايتك يعني قبل كم سنة كانت تقريبا؟ الحقيقة بدايتي كانت قبل 4 سنوات وست شهور تقريبا، فكانت باسم أو البوم الأول باسم صارحيني. أغاني عاطفية كلها؟ نعم، أغاني عاطفية قدمتها من ألحاني، وكانت كلماتها 3 تقريبا لي و2 من كلمات الشاعر رياض إبراهيم. وكان وأنا عارف العمل هذا باسم صارحين اللي هم كلمات رياض ومن ألحاني. هذا عمل قدمك للساحة أنت؟ نعم، قدمني للساحة وعرفني على الجمهور. طيب خالد، هذا ظهورك مثل الكاسيت يعني، لكن من خلال القنوات الرئيسية الإذاعة والتلفزيون، عمل قدم أكون عرفت فيه؟ كان العمل اللي هو الوطني قائد الأمة اللي كتبه الخالد. نعم، كتبه الأخ خالد مجاهد ولحنه الأخ عبد الرحمن الشمر. عبد الرحمن الشمر لحن أيضا شاب. نعم. طيب قصة العمل كيف كانت يعني؟ هل مثلا خالد كتب النص واتصل فيك أو في عبد الرحمن ولا شلون؟ والله العمل كان طبعا كتبها الأخ خالد مجاهد وكلمني عنه، فطرحت الفكرة أنه يلحنه الأخ عبد الرحمن بحيث أنه صاحب خبرة وعمره فنيا أكبر مني وفوقنا كثير يعني في التجربة والخبرة. أيوة. كان كبداية فحبيت أنه يكون عمل مستقطب من 3 جهات، اللي هو أنا الدور كفنان أو مطرب والأخ خالد ككاتب والملحن بدوره، لكن جيل واحد يعني عناصر من جيل واحد. نعم، في سن تقريبا متقارب يعني. طيب خالد، انت كيف بدايتك ايضا كانت اول عمل رسمي لك وقائد الامه؟ والله الظروف اللي كنا نعيشها كانت جميعها يعني تعطينا دافع ان نقدم شيء، وان كانت العطاءات مختلفه من قبل يعني العديد من الاشخاص، الا ان دوري انا كانسان يعني حاولت ولو بشكل متواضع أن أقدم شيء للوطن من خلال العمل الفني اللي جمعني بالفنان خالد عبد الرحمن والملحن الأستاذ عبد الرحمن الشومر. بصراحة
العمل هذا استطعت من خلاله أن يعني أخطو خطوة جيدة للأمام، وكانت قناعتي بالكلمة أو دافعي أن أقدم العمل ليس قناعة تامة بقدراتي ككاتب للكلمة، بقدر ما أني كنت في وضع مطلوب أن أقدم شيء. جميل. وكان الموصل الجيد حسب قناعتي وليس مجاملة اللي هو الفنان الأخ خالد عبد الرحمن. جميل. كنت أحس أني أستطيع أو تستطيع الكلمة إذا أنا ترجمتها ونظمتها من خلال حس وجدان صادق في ظروف ألزمتنا جميعا أن نعطي كل على اختلاف قدراته أن الموصل الجيد له هو الفنان خالد. طيب أخي خالد، أخي خالد أيضا نعود بالذاكرة مع المشاهد إلى فترة مضت ونسترجع عمل رائع وعمل يعني جميل قدم هذا المشاهد الفنان خالد عبد الرحمن والشاعر خالد المجاهد اللي هو عمل مسلم عربي سعودي، ونسمع المطلع يا خالد. Thank you.
المباريات المنظمة بين طلاب المدارس. صهيب الرومي رنين. إجابة موفقة. في مختلف العلوم والفنون والألعاب والمهارات الرياضية. ستقدم جوائز قيمة. برنامجكم مسابقات خفيفة. مسابقات خفيفة الخميس 5:30 مساء على ذكريات. ما فيه أجمل من ابتسامة وسط الدموع. البسيط اللي أضحك العالم بدون أي كلمة. الأسطورة الكوميدية شارلي شابلن. شارلي شابلن يوميا من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على ذكريات. لقطات كوميدية، مقالٍ مضحكة تدخل السعادة إلى القلب، في مشاهد خفيفة. اسمعين بيه أبو مناخير. مين؟ خيط خرير على خيط خرير. مشاهد خفيفة السبت 9:30 مساء على ذكريات. خالد وخالد، يعني العمل قدم وبث في التلفزيون، لكن هل توقعت أن يحقق هذا النجاح الكبير؟ والله الجهد له نتائج، وكان طبعا جهدنا الثلاثي الحمد لله وفقنا فيه، وطبعا كان صداه جيد الحمد لله. خالد، أنا بقول لك إياها بصراحة، الظروف اللي عايشناها كان العطاء اللي قدمته بجهد المتواضع ما نظرت من خلاله إلى أن العطاءات الأخرى بالرغم من كبر حجمها والهالة أو الوضع اللي عليها مؤدينها من شهرة مكانة، نعم، كنت أحس أن يقدم شيء بشكل يوازي ما يقدمونه، لأننا في مثل هذا الظروف نعيش أو نتفاعل بشكل متساوي. جميل. فما كنت أتصور أنه تقديمي للعمل هذا راح يخضع مثلا لمردود من الشهرة يرفع في رصيدي، بقدر ما كنت أحس أني بقدم شيء يخدم ويتجلى بصدق ليعكس انطباع وشعور المواطن السعودي. جميل. فما كانت الأعمال الأخرى تعني أن أحبط أو أن أضع حجمي يعني بشكل لا في تعالي ولا فيها أن أسبق الزمن، ولكن كنت أثق أن العمل ما دام هو للوطن فأيا كان بإذن الله سينجح، لأن العبرة ليست في من يقول ولكن العبرة في صدق الكلمة. خالد، هناك من يقول بأن الفنان خالد عبد الرحمن ظاهرة، والظاهرة يعني تظهر بسرعة وتنتهي بسرعة أيضا، هل أنت ظاهرة بالفعل فنية كما يقال، أم أنك أيضا انطلاقة لمشروع فنان قادم يحمل قدرات وإمكانيات جيدة؟ الحقيقة كوني ظاهرة أو غير ظاهرة هذا ما أعلق عليه، أترك الحكم للجمهور وللنقاد والفنانين، ولكن أنا عطاء المتواضع كان هو اللي قدمني بالصورة اللي وجدت نفسي فيها الآن، وطمعي أنه أرضي جميع الأذواق صغير أو كبير، ويسعدني أن يكون لي الجمهور هذا والشعب
الشعبيه. هو طبعا رصيد جيد لكل مبدع. خالد التقينا مع الفنان الشاب اسامه عبد الرحيم، وايضا قدم عمل في الازمه، عمل جيد له هو بني الاسلام. وسالناه ليش ما قدمت اعمال وطنيه بعد العمل هذا؟ قال بانه انا لما شفت نجاح العمل هذا يعني المسؤوليه كبرت. وشعرت انه يجب اني اضع يعني حد لانتقائي للكلمه واللحن. فما قدم اي عمل بعدها، يقول ساقدم اي عمل في مناسبه قادمه لكن بانتقاء متالني. هل انت مثلا فكرت في هالشيء انك بعد العمل هذا راح يكون انتقائك في نوع من التاني والدقه في اختيار النص واختيار اللحن؟ والله الحقيقه هذا الحاصل، لانه كان في فرصه اني اقدم اغاني وطنيه او اناشيد وطنيه ما كانت بالمستوى المطلوب، فامتنعت اني اقدم. وغير احتفظ طبعا بنتائج قائد الامه، ولكن حاليا الان لدي بعض النصوص اللي اقدر ان شاء الله يكون لها خطه. يعني نجاح قائد الامه سيكون حافز لاعمال وطنيه قادمه. نعم ان شاء الله. وضعت الاختيار على نص معين مثلا؟ الحقيقه فيه كلمات الدكتور ابراهيم العواجي. نعم. اللي هي استسمحك يا وطن. فهذه ان شاء الله قيد التنفيذ، واترك ان شاء الله مفاجاه. ملحنه طبعا ان شاء الله قريبا. اعمال قادمه ايضا وطنيه عندك؟ فيها طبعا مشاركه طيبه جدا لاخواني المعاقين. جميل. هذه لفتة انسانيه رائعه يا خالد. هذه من كلمات مين؟ كلمات الاخ خالد المجاهد. زميلك خالد المجاهد. نعم. ومن الحاني. العمل هذا طبعا راح يكون له صدى لانه انساني اكثر مما هو فني او مشاركة وجدانية اللي فيها يعني تعيش بينها طبعا. نعم. طيب خالد ممكن تسمعنا مثلا مقطع العمل هذا او شيء؟ ان شاء الله. انت لحنت يا خالد طبعا؟ ها؟ اي نعم. أعمالك القادمة إن شاء الله سيكون في الأسواق موجود إن شاء الله بإذن الله. جميل. العمل يا خالد. نعم هذا مطلع العمل. طيب في عمل وطني غير عمل الدكتور ابراهيم العواجي والشاعر خالد المجاهد؟ والله ان شاء الله قيد التنفيذ مثلا في القادم. عموما انا عندي نصوص فراح يكون من بينها اختيار كذا نص وتنزل في بوم واحد يجمع. جميل. كذا نص. طيب خالد عبد الرحمن انت ظهرت فيه بشكل قياسي وحققت جماهيريه كاسحه كما يقال. هذا شيء جميل ورصيد لكل فنان وكل مبدع، ولكن بالمقابل يضعك أمام مسؤولية كبيرة يعني بألا تخذل كل هالجماهير اللي حيت وشجعت وواكبت وانطلاقة الفنان خالد عبد الرحمن. حقيقة ولاء الجمهوري صفتي، سأحافظ إن شاء الله على كل شيء أقدمه. طبعا المتابعة أعتز فيها، متابعة جمهوري لكل حاجة أو لكل تقديم جديد إن شاء الله. فالمحافظة شيء والوصول إلى شيء
طبعا في فارق بينهم اني انا اوصل وفي شيء وفي فرق اني انا احافظ. في المحافظة صعبة طبعا. صعبة طبعا، ولكن لابد يكون فيها دافع يخليك تحافظ، اللي هو اعتزازي بجمهوري، متابعتهم تخليني أحرص وأخاف وأهتم، ويكون لي خطوات ثابتة من خلالها إن شاء الله أقدم كل ما يرضيهم سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها. طيب خالد المجاهد كشاعر شاب، يمكن العمل اللي قدمت عمل غنائي، يعني عمل غنائي منثور، كلام غنائي، لكن هل تكتب مثلا كلام فصيح أو نبطي؟ والله كتبت قصيدة للوطن أيضا بالفصيح. لكن أنت كشاعر تكتب مثلا كلام نبطي؟ أكتب الشعر النبطي وأكتب الفصيح. وعندك قصيدة بار تكتب فصيحة؟ في قصيدة أيام الأزمة برضه كتبتها بالفصحى. نعم. ما طلعها يمكن خالد اسمه ما طلعها. تقول اليوم يومك يا شباب البلاد، ويا صدقا تدفق أفواجا وإيمانا، هنا نشأنا وما هلت براعمنا إلا وعين كعين الأم ترعانا، هنا من الصدق من أصفى منابعه شدت لتضرب في الدنيا مطايانا، هنا حملنا لواء الحق وانطلقت بنا القوافي تجوب الأرض ميدانا، صفت فأضفت على الجيران طيبتها يجري بها الخير أنهارا وشطآنا، هذه البلاد التي لولا مروءتها لأصبح البعض في الأخبار قد كانا. جميلة. أنا مطلع له. جميلة خالد. طبعا هذا حيكون مشروع نشيد وطني مثلا؟ والله هو العمل موجود وأنا بدوري لا أرفض أن يؤدى كنشيد وطني أيضا مع خالد عبد الرحمن. والله شيء طبيعي أنه خالد خير موصل، يعني أتوقع ذلك، ولكن حسب الظروف، ربما يعني إذا ساعدت الظروف مع خالد فهذا شيء جميل جدا. جميل. طيب خالد، هذا يطرح سؤال آخر يعني مستمر من إجابتك، لماذا يقتصر في تعاونه مع صوت خالد عبد الرحمن كموصل وكمطرب؟ ليش ما يكون في تعاون مع مطربين آخرين غير خالد عبد الرحمن؟ ربما لأني ما تعاملت مع الشعر على أنه وسيلة من خلالها أريد الوصول لأذهان الناس أو للشهرة بتعبير. نعم. صح. أيضا هي جانب ليس شاغل بالنسبة لي لكي أجعل من مسألة التعامل، هي قناعة جميلة أن تتعامل مع أكثر من فنان، ولكن ربما لظروف عملية وجدت أنه تعامل مع الفنان خالد عبد الرحمن يعني أعتقد أنه فيه إفاء للعمل وأعطاء الكلمة يعني حقها الطبيعي في أنها تصل للسامع بشكل جميل. قصيدة عربية شدتك يعني شعرت أنها يعني قوية ومؤثرة؟ لنعطي مثلا في الأزمة يعني كنص وطني يعني في الأزمة مثلا. بصراحة النص اللي أداه الفنان محمد عبده وهو قصيدة للدكتور غازي القصيبي. نعم. احنا سألنا خالد المجاهد بحكم أنه شاعر عن قصائد أعجبته. نعم. أنت كفنان وكمطرب أغنيات أو أناشيد وطنية شدت انتباهك يعني؟ أوافق الأخ خالد المجاهد على الاختيار، قصيدة دكتور غازي القصيبي. دكتور غازي. نعم. لأنه هنا محمد. نعم. عبده. وكانت قوية جدا ومميزة. طيب هل حاولت أنك أنت تغنيها مع نفسك مثلا؟ والله الحقيقة أنا أحب أسمع قوية ومميزة. نعم. فأحب أسمع أكثر ما أني أقوم بدور المؤدي. طيب بحكم أنها كلها أعمال وطنية، غنى محمد عبده أو طلال مداح أو خالد عبد الرحمن أو أي فنان، فهي للوطن يعني. نعم. يغنيها أي إنسان يعني. لو حاولنا أن أمام الجماهير وأمام قدام المشاهدين أنك أنت تغني العمل هذا أو ما طلعه؟ والله لا أجيد، ولكن أعتبرها محاولة وأرجو أن أوفق إن شاء الله. جميل. أجل نحن الحجاز ونحن نجد، هنا مجد لنا
طيب خالد، أنت فنان شاب وتجربة عندك حديثة وفي البداية، هل تلتقي مع فنانين كبار أصحاب تجربة وخبرة في المجال الفني؟ الحقيقة تشرفت بلقاء الأساتذة طبعا، أستاذ محمد عبدو والأستاذ عباد الجوهر والأستاذ الزميل عبد المجيد عبد الله. فطبعا تلقيت منهم توجيهات ونصائح أعتز فيها، وإن شاء الله راح تكون حافز الأعمال إن شاء الله القادمة. طيب خالد، دخلت مغامرة يعني غير مأمونة العواقب عندما قدمت على المشاركة في حفلات القاهرة السنوية، واللي تعود السائح العربي أن يشارك فيها نخبة من كبار النجوم. نعم. محمد عبده وطلال والرويشد نبيل شعيل. نعم. لكن خالد وهو حديث تجربة شارك كزميلك الظاهر راشد الماجد، لكن راشد سبقك يمكن بسنوات في الفن. نعم. أنت كفنان شاب ما شعرت بأنها مغامرة بالفعل؟ حقيقة هي مغامرة، ولكن غامرت. السؤال لماذا غامرت يعني؟ لماذا؟ كان كنت مطالب طبعا التقصير بالجلسات العامة. نعم. أو حضور جمهوري، ما كان في مناسبة أني أنا أتقدم الجمهور في حين الوقت كان لي شعبية، وكنت مطالب أنه يكون لي مشاركة متواضعة، فوفقت الحمد لله وشاركت، وكانت الثقة طبعا مبنية في جمهوري وأوجدت الثقة فيني أنا حتى أواجههم على المسرح، فوفقت الحمد لله وكانت مغامرة ناجحة الحمد لله. طيب أخوي خالد، أنت فنان شاب تغني. نعم. ولكن أيضا تلحن، وهذا شيء غير جديد يعني، ما هو جديد على الفنانين، لكن أن تكتب نصوص وتغنيها بصوتك، هل تجد في نصوصك قناعة تامة بأنها تحمل إضافة لك أنت كمطرب؟ الإحساس إحساسي أقرب لنفسي، مع أني أتعاطف مع الأحاسيس الأخرى كونها طبعا جيدة ومعبرة، ولكن إحساسي لما أنا أديه أحس أني عايش ظرفة يعني وأنا أدي. طيب لك في نص مثلا أنت كتبته لاقى صدى جميل عند الناس؟ إيه نعم، فيه دق البخت، نص عاطفي. نعم. وفيه صدقيني الأول عمل طرح بالأسواق، والحقيقة أنا كل أعمالي لابد يكون لي فيها مشاركة. طبعا هذا غير العمل الجديد إن شاء الله اللي راح يطرح بالأسواق. أيضا عمل عاطفي. نعم. من كلماتك أنت؟ من عمل الشاعر وشاعرة مستقلين عن بعض، كلنا على حدة طبعا، فعاطفية. مدموجة عملين في عمل واحد يعني؟ مدموجة بغلاف واحد ولكنها منعزلة، بحيث أن هذا كسيت وهذا كسيت. جميل. لكن نزولها راح يكون بغلاف واحد. طيب خالد، هل لك مثلا حاولت أن تتعاون مع فنانين من جيلك في أعمال وطنية وبريت مثلا وطني؟ حقيقة ما حضرنا إلى الآن نص وبريت. هل في نية التعاون مع فنانين شباب يعني؟ والله إن شاء الله طبعا في أزمة أفرزت يعني عدة يعني مجالات التعاون، كان في مثلا مجموعة مطربين تعاونوا في أكثر من نص. نعم. لكن هل أنت مثلا توافق على الفكرة هذه؟ ولو طلب منك تشارك في أوبريت يجمع فنانين شباب راح تشارك فيه؟ نعم. راح بشرط أنه يكون نص جيد وفكرة جديدة، لأنه صعب أنه كل ما عاد ينقال هذا في القصائد أصبح ممل يعني، فحاليا أصبحت الفكرة هي كل شيء. نعم. باسم الجمهور جينا كي نقدم بطاقة محبة للفنان الشاب خالد عبد الرحمن والشاعر الشاب خالد المجاهد، نظير الأعمال الجيدة اللي قدموها للوطن، أعمال رائعة ورسخت صورة المواطن وربطت بين القيادة الحكيمة لهالبلد وبين الأبناء وبين العرب نفسها يعني. فماذا يود خالد وخالد كل واحد أن يقول للقاعدة العريضة ولرصيد الباقي الجمهور؟ تفضل يا أخي.
والله كواحد من أبناء هذا البلد تشرفت أن لا أقول أعطيت ولكن قدمت، لأن العطاء للوطن لا يعتبر عطاء بقدر ما هو واجب. شيء أحسست أنه ترجم شيء في داخلي، وبصراحة كان لردود فعل العمل من قبل الأخوة الجمهور دافع معنوي كبير. فبصراحة أقول لكل إنسان استمع لهذا العمل أو لأي عمل آخر، أننا على اختلاف لهجاتنا وعلى اختلاف مناطقنا، إلا أننا نبقى أبناء لهذا الوطن، ندين بالولاء له. وأن كان خالد المجاهد أعطى وترجمت أحاسيس كلمات وأديت وسمعت، إلا أنني أثق أن هناك من هو في منطقة ربما لا تصلها أو لا يستطيع الوصول للجهاز الموصل الإعلامي والمقروء، يحمل نفس شعور خالد ونفس أحاسيسه، بل وأجزم أن كلنا نحمل نفس الشعور. فللجميع الذين أبدوا تشجيعهم وأبدوا اعتزازهم الشكر، وللوطن منا الولاء اليوم وفي الماضي وفي المستقبل. جميل خالد. جميل كل ما قدمته وما سأقدمه إن شاء الله في القريب تجاه هذا الوطن الغالي يظل شيء بسيط، شيء بسيط في حق الوطن وفي عطاء الوطن. فإن شاء الله القادم إن شاء الله يكون رسالة عطاء مني أنا كمطرب ويشمل المطربين أجمعين طبعا. فبانتظار الجديد إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مسلم عربي سعودي عمل جمع بين اسمين شابين، خالد المجاهد الشاعر وخالد عبد الرحمن الفنان والمطرب. احنا أيضا جمعنا بين النجمين الشابين خالد المجاهد وخالد عبد الرحمن. أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما حاز إعجابكم من خلال الطرح والتناول والمحاورة. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم أغنية الوطن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.